داري دارك. داري دارك مع محمد بكري. محمد، أنت تعرفت على البرنامج قبل ما تقبل الدعوة. أنا عملت لك مفاجأة صغيرة، خاطر بخلاف أنها داري دارك، أول مرة نستقبل ضيف مش تونسي، دونك حبيت نقول لك اللي بلادي بلادك. حبيبة قلبي، شكرا. شكرا. بناتي صوروا لك هذوما، حبوا يفرحوا. عملت لهم درس على فلسطين اليوم الصباح وقلت لهم ايش عمر، قديش عمرهم؟ عمرهم 9 و10 سنوات. ما شاء الله، محلاه محلاه، ربي يحفظ لك اياهم. عايشك عايشك. حبيت نزيد نشكرك محمد ونفسر للتوانسه. دونك سي محمد بكري نجم كبير في العالم، مش العربي فقط. انا مثلا نتبع في لي سيري امريكان وشفتك في هوملاند مؤخرا، نحب زادة لي سيري فرونسيز، شفتك في لو بيرو دي ليجوند، خدمت مع كوستا غافراس، خدمت مع إيريك روشان، خدمت مع أموس غيتاي، مع لي فريغ تافياني. معناتها تبارك الله مسيرة كبيرة باش نحكي ونتعمق ونحكي أكثر شوية. أما قبل طمني على حوالك، وحلت في تونس، جيت باش تصور فيلم وقعدت هوني وحكيت في لقاء عن الصعوبات، أن واحد في فترة صعيبة كمان هذه، بعيدة على أهله وبعيدة على داره، مهما حبك كان كبير لتونس، شنو الأحساس؟ والله صعبة هاي. أنا جيت وصلت تونس ب9/2، 9 شباط، بعد المحكمة الأخيرة لفيلم جنين جنين اللي أنا أحاكم عليه منذ 18 عام، منذ 2002. فيلم دوكومنتري أنا عملته حول الاجتياح الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين، ومنذ ذلك الحين أقارع بهم بالمحاكم. آخر محكمة كانت ب6 الشهر، ولكن ربي كبير، بنفس اليوم المحكمة ولد لي حفيد، ابني صالح، الحفيد الأخير اللي ولد لي، فكان المحكمة من ناحية والحفيد من ناحية. خلصت المحكمة ورحت على الولادة تبعت الحفيد، وبعد بيومين جيت على تونس. فكانت فترة كتير هيك يعني ايموشنال، كتير عاطفية وهزات أرضية بالنسبة لي كانت. وجيت على تونس، صورنا الفيلم مع حبيبي خالد البرساوي اللي كان مدير الإنتاج. عليه خالد موجود بحذاك، خلوه دنبوسوك. هو موجود وهو اللي عم بيصورني، مشكورا لأنه ما عنديش التقنيات هون، هو أنقذني. مش أول مرة بنقذني خالد هو المنقذ، هو أنقذني في عدة حالات، مش هويني بوجودي بتونس، أثناء التصوير، قبل التصوير، أثناء التصوير، بعد التصوير، في الكورونا، في المطار، في حلق الواد، والآن مع هذه الكاميرا اللي حاملها بإيده مسكين، وأنا يعني عامل له حظر صحي معاي عشان يصورني. فالفترة كانت صعبة لأنه كان الطقس بارد جدا. كنا في تاكرونا، بلد صغيرة تقع على تلة قريبة من القيروان، وكانت البلد، القرية هاي مفتوحة من كل الجهات، يعني لا شيء يحميها، لا حيطان ولا أسوار ولا أشجار، فكنا في مهب الريح، والفيلم كان في مهب الريح في ظروف طقسية صعبة جدا، جوية صعبة جدا، ولكن مرقناها. وبآخر أسبوع بالتصوير أجت الكورونا اللعينة وعلقنا، وكان المفروض أنا خلصت تصوير ب15/3، وكان المفروض أطير طرف ب20/3 لإسطنبول، ولكن بإسطنبول الأتراك، لأنه عائل عكش، يعني الأتراك عائل صعب، ما خلوني أنزل من الطيارة، لا يعلم الله بالسبب حتى الآن. وعدت إلى تونس الحبيبة، مكره أخاك لبطل هالمرة، وبقيت في الحجر الصحي 2 شهر في حلق الواد، جرار خالد صديقي الباب بالباب، ورب ضارة النافعة. محمد، فيما يخص الكورونا، أنت قلت
أنه الكورونا عدو الناس الكل، وظهر للعالم أنه ما في حدود، ما في علم، ما في بلدان، ما في أراضي، ما في دين. حروبنا ومعركاتنا ما عادش عندها حتى أهمية. كي تجيك هكا كارثة وتوقف حياة الناس الكل، معناتها صعيبة برشا. وقلت إن شاء الله الإسرائيليون والفلسطينيون يخموا في المستقبل بطريقة جديدة، ويفهموا اللي الوباء يهبط على الناس الكل بنفس الطريقة. إيه أنا يعني زي ما قلت إنه الكورونا مظبوط سيئة ومظبوط لعينة ومظبوط حطت العالم كله، ضربت العالم، اقتصاد العالم كله، ووضعتنا في حبس كل الناس مع بعض، ولكن بنفس الوقت رجعتنا لأشياء اللي ممكن نصلح ذاتنا، وممكن إحنا نطلع على الأمور بشكل أكثر صحي وأكثر دافي وأكثر إنساني. وأنا بقول يعني أنا هيك حاسس إنه أنا شخصياً استفدت جداً من هذه التجربة. استفدت بأنه فهمت حالي أكثر، فهمت الناس اللي حوالي أكثر، فهمت علاقاتي مع نفسي ومع الآخرين أكثر، فهمت علاقاتي بالسينما أكثر، فهمت علاقاتي مع التوانسي أكثر، فهمت علاقاتي مع فلسطين أكثر، فهمت علاقاتي مع الناس، مع البشرية جمعاء أكثر. وتيقنت للمرة المليون إنه أهم شيء في هاي الدنيا هو أنت وأنا، هو الإنسان، الإنسان للإنسان لأخو الإنسان. وخلتني أتصالح مع نفسي، خلقت نوع من المصالح مع الذات، إنه على إيش أنت بتحزن وبتزعل وبتغضب وبتضرب وبتحارب وبتنامشي الليل وبتقلق وبتكون هيك مش مرتاح على شو؟ ما بسواش، بسواش. تصالح مع نفسك، تصالح مع الآخر، حب الناس، حب الجار، حب الأخ، حب الأم، حب الأب، حب الأخت، حب الزوجة، حب الصديق. ما في بيستاهل شيء انك تزعل هذول الناس كلهم وتزعل منهم، ما بيستاهل. فهاي انا يعني وصلت لهي القناعه قبل الكورونا يعني، بس الكورونا يعني ذكر ان نفعت الذكرى، خلتني افهم انه هيك الحكايه. محمد، كحكيت على تونس، قلت تونس بالنسبه لي حضارة عريقة، تاريخ، بحر، سماء، أفق، أمل، ربيع، سينما، مسرح، وحبيب بورقيبة. أنا علاش الجملة هذه مستني بالذات؟ خاطر قلت سماء وأمل، وأنا اسمي أمال سماوي، دونك حسيت حلوة. أخرى زيدة محمد بكيتني، كل صراحة بكيتني، بربي خالد اقعد هكا الكادر يهبل. انت قلت يا محمد، ونشكرك على الجملة هذه، قلت انا نحب الناس اللي بلادهم ساكنة فيهم مش هما ساكنين فيها. ما تتصورش الصدى لينا احنا توانسة، الصدى متاع جملة كيما هذه. بدك تقعد تبكيني اسا يعني انت؟ لا، انت بكيتني، انت بكيتني اليوم الصباح، خاطر الجملة هذه ياسر مهمة. وانت غريب معناتها تقول نشكر الفلسطينيون اللي قعدوا في بلاد محتلة، خاطر قلت أفضل أن أكون في بلدي محتل أن أكون يتيما على طاولة الدائر. يعني انت اليوم ماكش في بلادك، أما بلادك تتنفس فلسطين. وهاني أنا أغزر لي كيفاش نحكي لك على فلسطين، وقريت بناتي على فلسطين يوم صباح. يعني فكرتني زادة في حكاية الداخو، كي مشيت تشوف الكامب دو كونسنتراسيون وشفت السيد اللي فسر لكم الحكاية، وقلت له اش تعمل هوني؟ قال كان مانيش هوني شكون باش يحكي حكايتي. وهذه هي مسيرتك، تقول اخترت الفن باش نحكي حكايتي وحكاية أهلي. والله يا أمل انت عاملة وظيفة بيتية بشكل كتير جدي. أنا شايف شو معناتها؟ يعني انت عامله محضره حالك كثير، عامله ريسيرش، عامله بحث، وعم بتعيدي نفس الكلام اللي انا بقوله. بعد هيك كلام شو بدي اقول بعد؟ انا شو بعد بدي اقول بعد الكلام اللي قلتيه؟ عندي الاف الحاجات. بربي كان تسمح باش نعمل
partage d'écran باش العباد تفهم شويه وتشوف دقيقه برك نسمع فيك يا محمد ما عنديش ايش اقول بعد هذم اولادك مثلا نحب نحكي عليهم خاطر صارت طرفه ياسر الضحك في تونس كل ما ولينا نجبدوا على القضيه الفلسطينيه نجبدوا على اولادك ثلاثه زياد ادم وصالح اللي هما ممثلين زاده تونس الكل يقولوا ايه احنا مع القضيه الفلسطينيه ونحب ونحتضنهم يجيوا بحذانا لتونس ونفرحوا بهم عشان نحكي لك الحكايه هذه ولا لا وما دامني نحكي باش نعدي صور عن افلامك خاطر كيما قلت قبيله تبارك الله مسيره كبيره جدا ونحب العباد تشوف شويه صور باش تفهم العملاق اللي شرفني اليوم تسلمي على عايشك يعني احنا استغفر الله ما في عملاق غير رب العالمين اي نحكي على محمد قلت اول فيلم شفته في السينما في البعنة هو زاد لكوستا جافراس وبعد بفترة انت مثلت في هانا كالي لكوستا جافراس يعني شنو هو الاحساس كي تتحول من متفرج للبطل في فيلم دولي كي من هكا جبران خليل جبران قال بيت شعر هو كان شاعر سيء ولكن كان فيلسوف عميق الله يرحمه قال وما السعادة في الدنيا سوى شبح يرجى فإن صار جسما مله البشر وما السعادة في الدنيا سوى شبح يرجى فإن صار جسما مله البشر قد تكون هذا بيت الشعر إجابة على السؤال اللي سألتي يعني أنا طفل صغير عمري 5 سنوات أو 6 سنوات قاعد على الأرض ورجال كبيرون في السن يدخنون وراي على البنك قاعدين بيطلعوا على السينما وكنت سجايرهن وبقصقصوا بزر وبزتوا علي أنا يعني أصبحت الصندغية تبعتهم يعني المكتة وأنا بشوف الأفلام على الشاشة عبالي وبحلم أكون زي الأبطال اللي أنا شايفهم قدامي زي بفيلم زاد وأفلام أخرى كثيرة يعني كل الأفلام الهوليوودية ذهب مع الريح أشياء يعني ضخمة كنت أشوفه وأنا صغير وأنا مش فاهم حالي وين يعني وكمان بعدين إجت الأفلام العربية والأفلام الهندية والأفلام التركية والأفلام الكاراتيه وعدة يعني مراحل كانت مختلفة أفلام مختلفة كاراتيه فكنت أحلم أكون بطل من هؤلاء الأبطال اللي بشوف إن جوليانا جيما وكل هذول فرانك سيناترا وكل الكبار اللي مارلون براندو طبعاً أنا ما كنتش أعرف إنه هذول الناس كبار يعني كنت أشوف إن أبطال بمجرد إنه موجودين قدامي على الشاشة وجاء اليوم بعد ما شفت فيلم كوستا جافراس قد يكون مش أكثر من 13 سنة من ذلك الحين اكثر من شوي اكثر 15 سنه يعني لما تقولي انا لما شفت كوستا جافراس كان عمري 16 او 17 وبسن ال 30 اشتغلت معاه يعني 14 عام فقط فكان هذا بالنسبه لي حلم يتحقق وانا مش مصدق حالي يعني هذا بذكرني كمان انه في يوم من الايام شيء 10 سنوات تقريبا بيجيني تلفون على البيت بيحكي معي باولو تابياني وانا بقول مين بيحكي معي بقول لي باولو تابياني يا فراتيلي تابياني ايه انا بقول باولو تابياني عم يحكي معي انا او لما مثلا تتصل واحدة زي فينيسا ريدغريد اللي هي ممثل اللي انا بعشق شغلها بالمسرح وبالسينما وبتطلب تحكي معي وبقول هو از ذات تقول لي ام فينيسا ريدغريد يعني بتحس حالك انه والله يعني هذا الحلم اللي كنت احلم فيه وانا صغير اتحقق وبعد ما تحقق هذا الحلم اصبح جسدا اصبح يعني خلص يعني انه شو من وين رايحين يعني اسا من وين لوين رايحين يعني بكفي اوكي حقق حلم اسا في منجزات في اشياء اللي انت لازم تعملها عشان تحقق أحلام الآخرين اللي لا تقتصر على طفل بيشوف سينما بده يكون بطل بل تقتصر على إنسان يحن إلى وطن
يحن إلى حرية، يحن إلى استقلال، يحن إلى كرامة، يحن إلى رغيف خبز حر دون أن يهان. هاي الأحلام اليوم أنا بحلمها، بطلت أحلم زي ما كنت أنا ولد صغير. اليوم أنا بدي ربي يحمي تونس وشعبها، أنا بدي تونس الربيع العربي ترجع للربيع العربي وتأخذ إنجازات من الأحلام اللي كنا نحلمها من وراء الربيع العربي اللي بدأ في هاي البلد. وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر. الله يرحمه هذا الشاعر العظيم اللي قال هذا البيت، لأنه هذا البيت أثبت الربيع العربي اللي بدأ في تونس، ولكن خاب أملنا كلياتنا بعد ما إجت النهضة علينا وخربت بيتنا. صحيح كلامك، صحيح ومزيان برشا. تقول محمد ما نجمش نرتاح، ما نجمش نرقد مدام الظلم مازال موجود، وتقول أنا اختياري للفن ما كان إلا وعي لأحارب الظالمين، الظالمين اللي معروفين في هذا العالم. اليوم هيك مفكر، اليوم هيك بفكر، بس لما أنا كنت أحلم وأنا صغير ما كنت أفكر في الظلم والظالمين. نحكي على اليوم، نحكي على اليوم. اليوم اليوم أنا بفكر هيك، اليوم أنا بفكر هيك لأنه بسبب وجودي في فلسطين المحتلة وبسبب تعنت وغطرسة الاحتلال الإسرائيلي لم يبقى لي من سلاح غير أستخدم، للأسف بقولها أستخدم، هي كلمة مش حلوة، أو أستعمل، مش هيك، لأنه السينما لا تستخدم ولا تستعمل. السينما هي شيء سماوي، هي شيء من أسمى الفنون، من السماء، من أسمى الفنون. ولذلك صعب علي أستخدم كلمة أستعمل السينما أو كذا. أعيش السينما من أجل هذا، أحترم السينما من أجل هذا، من أجل إيصال صوتي وصوت الآخرين المستضعفين. لأنه كمان مرة، لأنه السينما بتوصل للملايين، يعني في مشاهدين بالملايين، ليس كما المسرح أو الرسم أو النحت أو باقي الفنون الأخرى. لأن كمان مرة الفن السابع تحوي كل هذه الفنون، ولذلك أنا بحلم أعيش هاي الفنون من خلال السينما، وبحلم أنه أوصل صوت من لا صوت لهم من خلال السينما. الآن الإنسان العربي أينما كان مش مبسوط، بكل الأوطان العربية الإنسان العربي لا يأخذ حقه، يمكن بتونس أقل من غيرها، ولكن بشكل عام الإنسان العربي مضروب من قبل سيده، مهان من قبل رئيسه، محروم من قبل حكومته من أدنى الحقوق. ولذلك أنا بقول إنه الكورونا والسينما اليوم بأمس الحاجة لرفع الإنسان وضرب الظالم الحاكم المستبد الذي لا يفهم لغة البشر. نرجع للإنسانية وللذات وللحبك للعبد اللي فهم روحه وفهم غيره ويعرف يسمع غيره. حاب نشكرك برشا محمد بكري. فما حلم آخر ما حكيتش عليه، حلمك أن تمثل محمود درويش في السينما، ومن اللي سمعتك قلت هالكلام نحلم بهالفيلم. إن شاء الله يصير نهار نعرف علاقتك وصديقتك به، سميت ولدك الأخراني محمود. كان تقولي كلمتين على صديقك محمود درويش. محمود درويش مش بس حبيبي أنا، حبيب محمود درويش حبيب الناس كلها، حبيبي وحبيب مرتي وحبيب أولادي وحبيب أصدقائي وحبيب أهلي وحبيب التوانسة وحبيب المصريين والفرنسيين والإنجليز والأمريكان، حبيب كل البشرية، لأنه كان شاعر للبشرية ليس فقط لفلسطين. أطل كشرفة بيت على ما أريد، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. هذا الكلام هو لا يتبع ويخص فقط الفلسطينيين،
يخص كل البشرية، وإذا حكينا على الظلم والظالمين والحرية والكرامة محمود درويش هو العنوان. لذلك بحبه وبعشقه وبدي أكون محمود درويش في السينما، وإن الله أعطاني عمر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أكون محمود درويش إن شاء الله. محمد نشكر فاطمة شريف اللي كانت الواسطة. والله فاطمة يعني كل الاحترام لفاطمة اللي أعطتنا هاي الفرصة أتعرف على هذا الوجه الجميل بصراحة. عايشك عايشك شكرا. ونشكر زيدا خالد البرصاوي اللي عاوننا، وإن شاء الله إن شاء الله نشكر خالد البرصاوي اللي حامل الكاميرا وإيده كاملة. إجا طل قول عسلامة باش تكون ضيفي الجاي في داري دار. وينو خالد؟ وينك أنت؟ زيد فوالا ومبروك مبروك لولدك خالد. فريمون نعرف لي ان فيس عاود خرج في القاعات في باريس، وان شاء الله يواصل النجاح العالمي اللي قاعد يعمل فيه. سي محمد الف الف شكر، ميرسي بوكو. شكرا لك حبيبتي، شكرا الله يخليك. نقول لك باي باي وميرسي، ان شاء الله عجبتكم وبلادي. سلمي على فاطمه، فاطمه الشريف سلمي عليها. هنا تهنى فاطمة كي أختي. ميرسي سي محمد، وإن شاء الله إن شاء الله ترجع لأهلك ولعبيدك وما تنسناش تونس، تقعد بلادك الثانية. وأنا يعني متأسف إنه أنا كنت كتير دراماتيكي هيك يعني، بس أنا هيك شو بدي أعمل. لا لا ما تبدل شيء، محليك أقول لك ميرسي بوكو، إلى اللقاء. شاو نسكول بس. شكرا. عايشي هاي عايشي.